عندك السنة دي دور سوريا في الفتوة. اه صحيح. انا عايزاكي بقى تقوليلي انت ازاي ترشحتي للمشاركة في المسلسل اصلا؟ انا لغايه دلوقتي مش عارفه انا مين رشحني، كل شويه بسالهم هو مين رشحني، المخرج ولا المؤلف؟ عايزه اعرف. يعني مش عارفه بيكي. هم انا لقيت شركه الانتاج بتكلمني من يعني فتره كده، كنت في شرم الشيخ منتدى شباب العالم، كنا بنعمل مسرحيه اسمها المحاكمه اخراج استاذ خالد جلال وعرضناها قدام سياده الرئيس. بس لقيت مكالمه بيكلموني ان هم عايزيني بكره مترشحه لدور سوريا، وعايزيني بكره عشان اقيس اللبس وحاجات كده يعني بتاعت شخصيه. فقلت لهم انا مش هينفع خالص لانه انا قدامي شهر، وهما كانوا عايزيني تاني يوم تحديدا. بس فلما عرفت تفاصيل الشخصيه كانت عاجباني جدا، لانه انا بحب الشخصيات الحقيقيه اللي هي من الحاره الفتوات والحاجات دي، انا اصلا العصر ده بحبه جدا. فكان نفسي جدا في الدور وقتها يعني. وكمان لما عرفت انه ياسر جلال البطل والاستاذ حسين من الباوي المخرج، ف يعني بالنسبه لي كانت حاجه لطيفه جدا. بس كان في مشكله حكايه الوقت، فعشان كده في الاول قلت لهم انا اسفه مش هينفع عشان الوقت. بعد كده نزلنا بقى القاهره وخلصنا يعني، لقيتهم بيكلموني تاني، وطبعا دي من احلى الحاجات اللي عملتها في حياتي، انا مبسوطه طبعا جداً. يعني بس انت مش اول مره تشتغلي مع ياسر جلال صح؟ صحيح. جميل الفنان ياسر جلال، انا بحبه جدا. صحيح. هو اصل انا بستضيفه كل سنه في مهرجان القنوات الفضائيه، فهو خلوق. صحيح. انا عارفه انت بتتكلمي عن صحيح. فنان شكله ايه، خلوق ومحترم، وطبعا غول تمثيل طبعا طبعا، وتحسي هو حد في منطقه تانية خالص يعني. ممثل كده من نوع مختلف تماما، بسيط وموهوب وبيدعم كل الناس. انا مبسوطه جدا اني اشتغلت مع السنه دي كمان. طب وتاني مره انك تشتغلي مع دي بالصدفه صح؟ بالصدفه البحته والله يعني. كذا حد بيقعد يقول ان يعني احنا يعني هو بيختارني او بيدعمني. انا مبسوطه جدا اني بشتغل معاه، بس احنا السنه دي اتقابلنا كمان بالصدفه يعني. احنا اتقابلنا اخر يوم عندي تصوير فيه، اتبسط جدا وانبسطت جدا. انت ما عندكيش مشاهد قدامه؟ لا ما عنديش مشاهد قدامه، بس انا بعمل مشاكل بتبوظ له بيته هو كمان. انت بتعملي مشاكل في طلعت في المسلسل تعملي لنا مشاكل؟ انا كل سنه بعمل مشاكل يعني. وقت رحيم برضو كان في مشاكل، بس كنت مصدومه وقت رحيم. لكن السنه لكن دي المره دي انت متعمده. سوريا سوريا متعمده. المسلسل الناس كلها بتتكلم عنه اصلا، وطبعا يعني ياسر جلال نجم كبير وليه جمهور كبير، وبيتكلموا عن دورك برضو.